مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة نتكلم في موضوع ممكن ناس كتيرة ما تبقاش مدركة مدى أهميته. يعني نيجي نتكلم عن النوم، في ناس يقولك ايه ده، ايه الفضل اللي انتوا فيه ده، بتتكلم عن النوم؟ على فكرة في ناس بتنام لساعات طويلة جدا او لساعات متقطعة، لكن ما بيوصلوش او بيصحوا من النوم. دايما يقولوا احنا مرهقين، ما حسيناش ان احنا نمنا، ما بيوصلوش للنوم العميق اللي هو فعلا كل ما زادت كفاءة النوم او كانت كفاءة النوم عندك مرتفعة، كل ما كانت جودة اليوم والتركيز والطاقة عندك افضل، والعكس بالعكس. عشان كده هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. بتشرفنا في الاستوديو الدكتوره نهله ناجي، استاذه الطب النفسي ورئيس وحده النوم بكليه الطب جامعه عين شمس. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. معلش انا عندي سؤال فضولي شويه، وحده النوم في كليه الطب في جامعه عين شمس، ايه وحده النوم دي؟ انا اول مره اسمع عنها بصراحه. هو في يعني عيانين كتيره قوي بيشتكوا ان هو بيدخل سرير ما بيعرفش ينام، او بيقلق اثناء النوم، او بيصحى بدري وما بيعرفش يرجع ينام تاني، او بيجيله كوابيس كتيره وهو نايم. ده اللي احنا بنسميه الارق، ولا ده بيبقى حاجات ثانيه غير الارق؟ الارق انك ما تعرفيش تنامي، يعني تدخلي تقعدي فتره في السرير مثلا ساعه ساعتين مش عارفه تنعسي، او تنامي مثلا ساعه ساعتين وتقلقي ما تعرفيش ترجعي تنامي تاني. فبتقومي الصبح حاسه انه انا جسمي مرهق مكسر. أيوه. مش عارفه اركز. أيوه. مش عارفه اشتغل. اليوم صعب بالنسبه لي قوي، ولو ده اتكرر فتره بيأثر على تركيزك في دراسه، في شغل، في تعاملاتك، في عصبيتك. اللي بيأثر على الصحه بقى اصلا. بعيدا عن التركيز والمزاج السيء، طبعا اسباب كتيره قوي، يعني ممكن يبقى الاسباب نفسيه، ممكن تبقى اسباب عضويه. فانت محتاجه في وحده النوم تحطي تشخيص للاسباب دي وتبتدي تاخدي خطوات علاج في التركيز. طب هل ممكن ان الواحد ينام في عدد ساعات مش قليل، يعني 3 أو 4 أو 5 ساعات بس، لا يصل الى النوم العميق فيبقى يدي نفس التاثير ان هو ما نامش؟ سؤال حلو قوي. بصي، لما بندخل ننام انت محتاجه في السن المتوسط اللي هو الادلتس يعني البالغين ان هم يناموا من 7 لـ 8 ساعات. عظيم. والسبع 8 ساعات دول يبقوا فتره الليل، ما يبقوش من النهار. يعني في ناس مننا بيفضلوا صاحيين حتى الساعة 6 7 الصبح وبعدين يبتدي يدخل ينام ويصحى على المغرب. والصيف بيحب السهر برضه يعني. لقلب يومه بالظبط، مسألة يومه. لكن في هرمونات كتير بتفرز في الفترة بتاعة النهار مسؤولة عن التركيز، انك تبقي مصحصحة وتبقي واعية وتبقي نشيطة. فدي بتخلي نومك مش مستقر. لكن فترة بالليل فترة فيها استرخاء كتير. ده بيحصل حتى لو احنا في أوضة، ضلمنا الأوضة وهيئنا الجو للنوم، لكن برضو الهرمونز دي بتفرز الصبح. بالظبط، بتخلي نومك مش مرتاح زي ما تبقي واخداها في فترة بالليل. الحاجة التانية، النوم متقسم لمرحلتين. أيوة. أول ما بتدخلي السرير وتبتدي تنعسي، أول 90 دقيقة دول اسمهم النوم العميق. ان حضرتك بتنامي بتبتدي نشاط المخ يهدى قوي، ضربات القلب تقل قوي، الحركه بتاعه الجسم نفسها تقل، فبتدخلي في نوم فيه استرخاء. شوت داون، نعمل شوت داون لاجهزه الجسم. بالظبط، دي هي حته انك تقومي مرتاح. بعدها بتدخلي في 5 دقائق، وبعدين يبقوا 10 دقائق، وبعدين يبقوا 15 دقيقه فتره فيها احلام. فتره الاحلام بتخليكي مصحصحه حسب بقى الحلم. انا بحلم ان انا بجري، يبقى كل اجهزه جسمي بتجري، ضربات قلبي سريعه، نفسي سريع، قلقانه، نشيطه، خايفه من حاجه، احس بالخوف، حاسه ان في حد بيهددني، هبقى عصبيه عدوانيه. فبيبقى الجسم في نشاطه. فلو الفتره بتاعه النوم العميق قليله، أيوة، بقوم برضو مش مرتاح، مجهد برضه. طيب ايه النصايح اللي حضرتك بتنصحيها للناس عشان يناموا نوم جيد، نوم متواصل ونوم عميق، خاصه الناس اللي بيبقى عندها اوفر ثينكينج؟ دي بتبقى مشكله، او التفكير الكتير اللي بيهاجمهم اول ما يدخلوا السرير. هو زي ما حضرتك بتقولي في عادات مش صحيه. ان انا بنام في مواعيد مش مظبوطه، او في اماكن مختلفه، او الموبايل جنب السرير، او اللابتوب جنب السرير، او التلفزيون والع، او النور والع. فكل ده ما بيدخلنيش في النوم بطريقه سلسه. يعني المخ بيظبط نفسه على حاجه اسمها البيولوجيكال كلوك، الساعه البيولوجيه، بيحفظ بيها وقت النوم، بيحفظ بيها مكان النوم. فالناس يقول لك لما بغير سرير ما بعرفش انام، لما بسافر من بلد لبلد ساعات اليوم بتتغير، ده بيأثر على نومي. لو انا سهرت بعد فتره نومي ما بعرفش انام. لو شارب قهوة أو نسكافيه أو بيبسي بالليل هدخل السرير مش هعرف أنام. فأنا محتاجة أبطل الحاجات دي. هفترض إن أنا دخلت ومعرفتش أنام، هصحى في ميعادي. يعني لو أنا دخلت السرير الساعة 10 وفضلت للساعة 2 3 الصبح قلقان
ومعادي اصحى لشغلي الساعه 8 9، انا عايزه اصحى برضه 8 9. لو انا صحيت 8 9 واشتغلت اليوم كله هرجع الساعه 10 في نفس اليوم مرهق هنام. جدا جدا، فهنام فهوصل بقى لل، فده اللي بيظبط البيولوجيكال كلوك ده. شكرا للدكتوره نهله نجي، استاذه الطب النفسي رئيس وحده النوم بكليه الطب جامعه عين شمس، شرفتينا وافدتينا يا دكتور. موضوع مهم جدا جدا، وموضوع النوم ده يا جماعه احرصوا عليه، وفعلا النوم بالليل هيفرق جدا مع حضراتكم.